احنا كنتواجدوا في فيلاج ديال سيتي فاطمه اللي تيبعد على مراكش تقريبا 64 كيلومتر و تقريبا 1500 متر دالتيتود. وبالنسبه للمنطقه هنا كلفان الطريق ومن بعد كاين يعني دوابر فوق كاين ما سميتو. وبالنسبه للسياحه كسياحه خارجيه كتكثر في كتبدا تقريبا من شهر 3 شهر 3 4 5 تيكون الازدهار مزيان مع السياحه الخارجيه. اما بالنسبه للسياحه الداخليه كتعمر اوريكا بزاف في الشهر يعني في العطل الصيفيه والمدرسيه من طبيعه الحال. تماما هنا بحال اللي قلتي البحر ديال مراكش تقريبا يقدروا نقولوا حتى 20% واكثر ديال اللي العطل ديال المراكشيين كيدوزوهم هنايا في الصيف. كاين اللي تيجي كاع تيجي بعائلته تيكري ليه ابارتمون وتيمشي هو لخدمته. كل ليله كتسمح له فرصه يطلع يعني تيتبرد. فعلا درجه حراره منخفضه جدا بالنسبه لمراكش بالمقارنه مع مراكش. وكاين الماء الحمد لله هذا راه هو المينيموم تقريبا اللي كاين دابا في هذا الموسم بسبب عام ديال الجفاف ربما. وما القضيه الحمد لله بخير يعني صافا وتنتمناو الخير لقدام. ومرحبا بالجميع المغاربه والاجانب. ويلكم ان اوريكا.